السيدة رباب عبد الحي واحدة من أمهاتنا المثاليات من كفر الشيخ. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله والله. مبروك على التكريم أولا. الله يبارك في حضرتك. وكل سنة وحدك طيبة علشان عيد الأم ثانية. وحضرتك طيب. ممكن تفرحينا وتعلمينا بقصتك؟ الله يكرمك يا رب. والله أنا في الأول خالص أنا مصرية من المصريات اللي بس يعني كل أنا واحدة نموذج من المصريات المخلصات. أنا رباب عبد الحي عوض، جوزي توفى من 10 سنين، قبلها كان تعبان، صحته كانت يعني برضو يعني بالمحافظة وكده، بس كان ماشي الحمد لله. تعب سنة قبل الوفاة، سنة تعتبر السنة دي تأهيل لي علشان أتحمل المسؤولية. بعد السنة دي توفى، بعد 10 20 سنة توفى، ساب لي بنتي الكبيرة كانت في أولى كلية طب بيطري، بنتي الثانية كانت في أولى ثانوي، الثالث ابني كان في تانية إعدادي. الحمد لله أنا خلصت واتجوزت ما شاء الله. الدكتورة إيمان خلصت وخلصت طب بشري الحمد لله جامعة كفر الشيخ ما شاء الله، والدكتور أحمد في طب الأزهر في 6 أزهر السنة. الله 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 ما شاء الحمد الله لله. ما شاء الله الحمد لله الحمد لله. طب فضل ربنا الحمد لله. طبعا طبعا. وطيب أبوهم برضو، وطيب أبوهم أكيد. أبوه كان رجل محترم ويستاهل كل خير. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له يا رب. آمين يا رب يا رب. يعني أنت طبعا عارفة أنت عملتي إيه صح؟ الحمد لله الحمد الله لله أكبر. أولا في الأول وفي الآخر ده حقهم وده واجبي، وواجب كل أم تقف جنب ولادها توصلهم لبر الأمان، ده كان واجبي وده اللي عملته، واي حد كان هيعمل كده. الحمد لله الايام الصعبه عدت الحمد لله مع لحظه التكريم ده، والحمد لله انا بشكر كل القائمين على التكريم ده، واولهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يكرمه يا رب، وكل الوزيره اجهزه التضامن الاجتماعي وكل القائمين على العمل النبيل ده. ربنا يفرح قلبك على كل حال. ربنا دايما يفرح قلبك بأولادك وبأحفادك ويفرح قلبك دايما. الله يكرمك يا رب. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب. يا رب يخليك يا مدام رباب. الله يخليك. كل الشكر يا رب. حضرتك سيدة رباب عبد الحي من كفر الشيخ، واحدة من أمهاتنا المثاليات. انت عارف لو قعدت تعد الأمهات المثاليات في مصر بصرف النظر عن نتائج التكريمات والمسابقات من كل الجهات وزارة التضامن وغيرها هتتخض من الرقم. الستات في مصر ظروفهم لفترة كبيرة جدا كانت صعبة قوي، ولحد دلوقتي بالتأكيد انه سيدة زوجها يتوفى او احيانا في بعض الاحوال الزوج بيترك الاسرة ويسيب الست بعيالها تكبر وتربي وتصرف وتتحمل المسؤولية وتقف قدام العالم قدام الناس قدام السخافة قدام الصعوبة قدام صعوبات لقمة العيش ضيق ذات اليد في أحيانا كثيرة، الأيام اللي بتعدي العيل اللي بيسخن إلخ إلخ إلخ، وتكبر العيال وتخرجهم من الجامعة وتجوزهم الأمهات في مصر أنا أظنهم حاجة تانية. تيجي تقول لي يوسف الظروف الاجتماعية ما هياش متعلقة بوطن صح، بس التركيبة أحيانا كتير، يمكن مش أقولك أحيانا كتير، دايما متعلقة بوطن. التركيبة النفسية، التركيبة الوجدانية، طريقة التفكير، طريقة مواجهة الصعوبة، العزة والكرامة والإباء اللي موجود عند المجتمع المصري بتلاقيه بيتجلى في أفضل وفي أحلى وفي أجمل وفي أقوى صوره في أمهات مصر.